نشكر مستشفى المتنقل على هاد المساعدة الكاملة اللي تيديروا للناس، والناس كاملين اللي جايين، كل واحد اللي جاي على العملية تيدير العملية في نفس الوقت في نفس النهار. بغينا يكونوا الأطباء اختصاصيين في هاد بومية، راه ما كاين والو، والناس راه مساكين ما عندهم باش يمشيو لمكناس وفاس والرباط. وجيت لهنايا قبلوني، داروا لي النيت، تلقاوني عندي المرارة، دخلوني فتحوني وساعدونا مزيان، وقفوا معانا الدواء، كل شيء مزيان، تنظيم كل شيء مقعد. وكنطلبوا من المسؤولين باش يعطيونا أطباء اللي يجلسوا معنا في البلاد، لأن في البلاد ما عندناش الأطباء بزاف، عندنا غير مستوصف، ما عندناش مستشفى، وحنا في واحد البلاد كبيرة وخصنا الأطباء يكونوا عندنا مزيان. دايزة الوالدة عندهم ولات بخير، كان كتاخذ واحد الدواء دار لها الغدة في الكلوة، يكون ما هما راه غادي تموت ليا 100%، وجبت عاوتاني بنتي حيدات الحلاق ما هي ولات لاباس تتاكل بخير، وكنشكرهم. والناس عاوتاني المهمة اللي عندنا جاو في الوقيتة ديال البرد، والناس هاد الناس اللي جايين كاينين عندهم صعوبات كبيرة من ناحية ديال الترونسبور ومن ناحية ديال الرميد ومن بزاف المشاكل. الأطباء كلهم الله يكثر خيرهم ساعدونا الليل والنهار، اللي جا في النهار كيدير هذا العملية ديالها، الله يكثر خيرهم. حال بحال هذا يكون هنا في البلاد اللي تيكون دائما رسمي، ولكن هذا ما عرف.